كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التجارة عن الشروع في إعداد قوانين وشروط صارمة لتنظيم نشاط بيع السيارات الجديدة من طرف التجار بعد انتشار قاعات عرض السيارات متعددة العلامات في كثير من ولايات الوطن، والتي باتت تستقطب أعداد متزايدة من الزبائن الباحثين عن سيارة جديدة في عز الندرة. وأن سعي الوزارة لتنظيم هذا النشاط جاء بهدف حماية الزبائن من تجار السيارات الذين باتوا يمارسون نشاط استيراد وتسويق السيارات الجديدة بطريقة فوضوية بعيدا عن أعين الرقابة. وفي ظل الأعداد المتزايدة لدخول السيارات الجديدة إلى الجزائر من طرف الخواص وممتهني نشاط بيع المركبات، تسعى وزارة التجارة إلى تأطير وتنظيم هذا السوق ووقف العديد من التجاوزات، حيث شرعت في تحقيقات معمقة بخصوص العديد من الوكلاء الذين أعلنوا عن تخفيضات مغرية تصل إلى 100 مليون سنتيم على بعض موديلات السيارات، مع اشتراط دفع الزبائن للتسبيقات تتراوح ما بين 150 مليون و 180 مليون سنتيم، مع مدة انتظار تتجاوز شهرين لاستلام السيارة، فضلا عن توقيف ومحاكمة بعض تجار السيارات الذين احتالوا على عشرات الزبائن، ما يجعل ضبط تجارة السيارات الجديدة أكثر من ضرورة لحماية الجزائريين من الاحتيال، وهو ما تسعى وزارة التجارة لتجسيده من خلال فرض الرقابة على هذا النشاط وتقييده بشروط جديدة. وفي الأخير خوتي اللي بيتأكد من الخبر ستجدون المصدر في صندوق الوصف. سلام.